قال هاد الناس اللي راهم في عزل، وحاولنا أننا ربما نرفع من معنوياتهم بعض الشيء، وجدناهم في معنويات عالية. شفنا كما شفتوا راهم يعني راهم صابرين، وبالعكس الابتسامة لا تفارق محياهم. أنا فخورة جدا بهم، فخورة بالطاقم الطبي وبالكل العاملين اللي راهم يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة. حاولنا أننا نساهموا طبعا في هذه العملية من خلال تقديم مجموعة من الكتب للعاملين للأطباء، وخاصة للمعزولين. الغرض طبعا هو المساهمة في التخفيف من وطأة العزل. أتمنى طبعا أن ربي يعني يسهل عليهم هذه المهمة ويسهل على الجميع.